Ça a été quelque chose de très particulier. Je suis quelqu'un qui كانت حاجة خاصة جدا. أنا إنسان بحب أشتغل بشكل منظم. J'avais promis à Didier Drogba d'être. أنا كنت وعدت ديدييه دروغبا. كنت آخر مدرب ليه كنت في أمريكا مع نادي فينيكس. À sa fin de carrière, qui وانا قلت له هكون مدرب ليك في اخر كام شهر هتتمرن فيهم قبل ما توقف حياتك المهنيه كلاعب كره قدم لكن العرض اللي جالي طبعا العرض كان كبير لانه من النادي الاهلي عشان اقدر اجي كانت طبعا الموضوع ما كانش بالسهوله اللي انتوا فاكرينها quand j'ai su que c'était à la Ligue, quand j'ai eu كان صعب نسيب النادي لكن طبعا عشان خاطر النادي الاهلي كان لازم اعمل اي حاجه عشان اقبل العرض ده. Mon cœur m'a dit que c'était le choix ان هو ده الاختيار اللي المفروض اعمله. Revenir sur le continent africain. ارجع تاني لقاره افريقيا القاره اللي بحبها جدا واخد مسؤوليه نادي كبير زي النادي الاهلي. C'était difficile pour le club. في وقت في فتره صعبه للنادي في تاريخ النادي وفي منافسه حتى في الدوري المحلي في فتره كان الفريق بيعدي موقف صعب في بطوله افريقيا رابطه الابطال الافريقيه وانا كان جوايا حاجه داخليه بتقول لي لا انا لازم اقبل التحدي ولازم اكون مدرب الاهلي وعايز ارجع النادي الاهلي لمكانه الحقيقي وعايز اساعد اللاعبين والجماهير انهم يرجعوا في مكانهم سعداء الجميع تبقى سعيده ونكسب الماتشات الجايه. قبلت المهمه في وقت صعب جدا. قبلت المهمه والمهمه الكبيره قوي هي البطوله الافريقيه ونتائج الاهلي كانت من مباراتين